وفرح من قناة أهل الدار. حظي قليل، عاندتني الحياة، خانتني الظروف، لست أدري. هذا المعجم تبع الشباب الله يرضى عليهم في الفيسبوك، كل واحد يخترع اختراع ما أنزل الله به من سلطان. يا جماعة الخير، هذا كلام فارغ من العلم وفارغ من الدين. لا الظروف ولا الحياة ولا الأيام، قال يقول الأيام، ما هذا الكلام؟ لا يوجد إله إلا الله، هناك فقط الله العظيم الكريم الحليم الواسع الباسط، فقط هو الذي يتصرف في مقادير حياتك. لا تقول خانتني الحياة وظروفي الصعبة والأيام غدرتني، وهذا المعجم غير صحيح نهائيا. عندك رب عظيم كريم حليم بيغفر لك ذنوبك، الغافر والغفار والغفور، وبيعطيك قد ما تطلب منه، كل ما تغلط بيرد بيسامحك لأنه حليم. قل له يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات، بترجاك لا تخجلني، مستحيل يخجلك. صديقي العزيز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغمر قلبك بالفرح.